جزاكم الله ونفع بكم. هذا السائل رشيد محي الدين بنغلاديشي مقيم بالرياض، بعث عددا من الأسئلة. يقول في أولها: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق وينوي بذلك زجرها، هل يقع بذلك القول طلاق؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. نعم، هذا الطلاق يقع إذا كان من عاقل، إذا كان هذا الطلاق صدر من عاقل فإنه يقع، ولو كان قصده الزجر أو التهديد أو المزح. نعم.